بيبدأ الفيلم من جوه معهد تقنيات علوم الرياضيات في بوسطن بالبروفيسور لامبو اللي بيكون حاصل على جائزة فيلدز في الرياضيات، وبيحط البروفيسور للطلبة بتوعه مسألة رياضية صعبة جدا، وبيقول البروفيسور للطلبة بأن اللي هيقدر يحل المسألة دي قبل نهاية الترم هيتحط اسمه في كشوف النوابغ بتوع المعهد، وان هو هياخد جائزة كمان. وبيسيب لهم لامبو المسألة الرياضية مكتوبة على السبورة، وبعدها بنشوف ويل عامل النظافة في المعهد وبيكون بينظف أرضيات المعهد، وويل بيكون نبغى في الرياضيات وكمان الكيمياء العضوية، ده غير ان هو مثقف جدا رغم ان هو مش مكمل دراسته. فلما ويل بيشوف مسألة الرياضيات دي بتصير فضوله وبينقلها عشان ياخدها معاه للبيت. وبعد الشغل بيقابل ويل صديقه شاكي وبيروحوا بار يشربوا شوية، ولكن ويل بيروح البيت بدري وبيسيب شاكي لوحده. وفي البيت بيبدأ ويل يحل المسألة الرياضية على مراية الحمام، وتاني يوم بيروح ويل شغله في المعهد وبيقدر يحل المسألة الرياضية اللي على السبورة. وبعد الشغل بيروح ويل مع شاكي يلعبوا شوية بيسبول ويهزروا. وفي الوقت ده بيكون في حفلة في الجامعة البروفيسور لامبو بيكون حاضرها، فبيجي له الطلبة بتوعه بيقولوا له بان في حد حل المسألة اللي كانت على السبورة. فبيستغرب البروفيسور لامبو وبيروح معهم للمعهد، وفعلا بيلاقي المسألة الرياضية محلولة وبطريقة متقنة جدا. فبيبدأ لامبو يسأل الطلبة مين اللي حلها، ولكنهم بيقولوا له بان محدش فيهم عارف مين اللي حلها. في الوقت ده ويل وشاكي بيكونوا خلصوا لعبة في النادي، وبيركبوا عربية شاكي وبيقابلوا بقية اصحابهم مورجان وبيلي، وهما ماشيين بالعربية بيلمح ويل واحد اسمه كامبا، وكامبا ده كان بيضرب ويل زمان وهم صغيرين. وبيكون كامبا هو واصحابه عمالين يعاكسوا البنات في الشارع، فبيقف شاكي بالعربية وبينزل ويل وبيمسك في خناق كامبا وبيضربه، وبالتالي شاكي ومورجان وبيلي بينزلوا يتخانقوا مع اصحاب كامبا، ولكن الشرطة بتوصل وبينسى ويل نفسه وبيفضل يضرب في كامبا رغم ان الشرطة موجودة، لحد ما الشرطة بتروح قبض على ويل ومكتفاه وبياخدوه معاهم على مركز الشرطة. بنرجع تاني للامبو اللي بيدخل محاضرته وبيتفاجئ بان الطلبة بتوعه بقوا اكتر من الاول، لان في ناس كتير جاية تشوف مين العبقري اللي قدر يحل المسألة الرياضية اللي البروفيسور قال عليها. وبيبدأ البروفيسور يسألهم كلهم مين اللي عمل كده عشان يكرمه ويديله الجايزة اللي وعد بيها، ولكنه بيتفاجئ هو والطلبة بان ولا واحد فيهم بيقول انا. وبنرجع لويل تاني واللي بيروح شاكي ياخده بالعربية وقت ما بيخرج من مركز الشرطة، وبيعرف شاكي من ويل بان هو اتحدد له جلسة مع القاضي بعد اسبوع عشان الخناقة اللي اتخانقها مع كامبا. ولما بيروح ويل تاني يوم شغله في المعهد بيلاقي السبورة فاضية، فبيبدأ يكتب عليها نظريات رياضية جديدة، ولكن لما لامبو بيكون خارج من محاضرته وبيلمح ويل وهو بيعمل كده فبينادي عليه، ولكن ويل بيتحرج وبيسيبه وبيمشي. وبعدها ويل بيروح مع اصحابه المالها ليدي اسمه هارفارد، وهناك بيروح شاكي ويقف مع بنتين عشان يكلمهم، ولكن بيجي واحد اسمه كلارك وبيقف معاهم وبيسمع كلارك شاكي وهو بيقول للبنات بان هو كان معاهم في الدراسة زمان. فكلارك بيبدأ يتريق على شاكي لان هو مش متعلم اصلا، فبيشوفهم هنا ويل وبيجي يقف قدام كلارك يبدأ ويل يتريق عليه ويشتمه، ومش بيقدر كلارك يرد عليه لان كلام ويل كله يدل على ان هو مثقف وقاري كتب كتير جدا. فطبعا كلارك بيضطر يسكت عشان ما يتحرجش لان شكله بقى وحش قدام الكل. وبعدها بتبقى فرصه حلوه لويل بان هو يتعرف على واحده من البنات دول واللي هي سكايلر، وبتدي له سكايلر رقم تليفون بيتها وبتقول له بانهم ممكن يخرجوا في يوم سوا. في الوقت ده بيروح البروفيسور لامبو لقسم النظافه والصيانه اللي بيزود المعهد بعمال النظافه، وبيسالهم عن شخص بيشتغل معاهم بينظف في مبنى 2، وطبعا بيبقى قصده على ويل ولكن هو لسه ما يعرفش اسمه. فبيترددوا شوية المسؤولين هناك في انهم يدولوا بيانات ويل، ولكن مع اصرار بروفيسور لامبو بان الامر مهم جدا بيدولوا كارت الضابط المسؤول عن ويل. فبيعرف البروفيسور لامبو بان ويل كان محبوس قبل كده وتم اطلاق سراحه، ولكنه سراح مشروط، فعشان كده ويل بيشتغل عن طريق مكتب اصلاح المساجين وهم اللي كانوا بيوفروا له الشغل جوه المعهد. ولما بيعدي الاسبوع بتبدا جلسه ويل في قضيه المشاجره مع كامبا، وبيبدا القاضي يقول لويل تهم كتير قام بيها خلال سنتين، وبيفكروا القاضي كمان بان هو كان نزيل دور الرعايه وهو صغير وان هو كان تملي بيعمل مشاكل فبينقلوه من دار لدار، ووقتها بيفضل ويل يدافع عن نفسه وبيكون مش محتاج محامي، وده اللي بيعجب بروفيسور لامبو جدا لان هو كان قاعد وحضر الجلسة. ولكن القاضي بيحكم على ويل بكفالة 50,000 دولار، وبياخد ويل على الاصلاحية لانه اصغر من 21 سنة. وعشان سكايلر لسه في تفكير ويل بيتصل بيها ويل من الاصلاحية وبيطلب منها بانهم يتقابلوا قريب. وبعدها بيدخل ويل لغرفة مقفولة وبيكون البروفيسور لامبو في انتظاره جوه عشان يتكلم معاه، وبيعرض عليه البروفيسور صفقة العمر وبيقول له بان هو كلم القاضي والقاضي وافق على اطلاق سراحه بس بشروط، وكمان بيقول له لامبو بان هو محتاجه معاه جدا في المعهد لان هو عبقري في الرياضيات، وبيقول له كمان الى جانب الشروط دي ان هو لازم يحضر كل اسبوع جلسه مع دكتور نفسي عشان يقيم سلوكه. وبيفكروا لامبو وبيحذره بان هو لو اخلب اي شرط من الشروط دي هيرجعه الحبس تاني، فبيعارض ويل في الاول ولكنه بيقتنع في الاخر بكلام لامبو لان بره الحبس احسن بكتير حتى لو هيعمل ايه، وكفايه ان هو هياخد حريته. وفعلا بيوافق ويل على عرض وشروط لامبو، وبيخرج ويل من الاصلاحيه
الرياضيه بشروط وبضمان لامبو، وبياخدوا بعد كده لامبو على المعهد وبيبدا يعملوا شويه اختبارات في مسائل رياضيه، وبيلاقيه بارع جدا وذكي جدا زي ما توقع. وبيبدا لامبو ياخد ويل عند دكتور نفسي فعلا، وبيوديه الاول لدكتور اسمه هنري. ولكن قبل ما ويل يروح لهنري الجلسه بيكون قرا كتاب لهنري، فلما ويل بيروح الجلسه النفسيه عند هنري بيفضل يسير شويه في الكلام، ولكنه بيفاجئ هنري وبيقول له ان هو شاذ، فبيتفاجئ هنري جدا من كلام ويل وبيقرر ينهي مع الجلسه. فلامبو بيوديه لدكتور نفسي تاني، بس بيشتغل مع مرضاه عن طريق التنويم المغناطيسي، والمفروض بان هو نايم ويل وبيبدا يكلمه من خلال عقله اللاواعي، ولكن ويل بيفضل يشتغل الدكتور ويعمل ان هو نايم مغناطيسيا، وفي الاخر بيطلع مش متنوم ولا حاجه، وبيسخر ويل منهم كلهم وبيمشي بعد كده وبيسيبهم، وهو بيقول بانه مش محتاج طبيب نفسي. فبيقرر وقتها لامبو ان هو يسافر لزميله غرفته ايام الجامعه واللي اسمه الدكتور شون، واللي برضه بيبقى طبيب نفسي. فبيروح لامبو وبيقابل شون في الجامعه اللي بيشتغل فيها، وبياخده وبيروح يقعدوا في مكان. ولما لامبو بيسال شون ليه ما حضرش حفله لم شمل دفعتهم، فشون بيقول له بان هو كان مشغول، ولكن لامبو بيلاحظ بان شون متغير وان هو انعزل بعد وفاه نانسي مراته لان هو كان بيحبها جدا. فبيبدا لامبو يكلم شون عن ويل عبقري الرياضيات، وبيطلب منه المساعده ان هو يقعد جلسه كل اسبوع مع الشاب ده عشان هو محتاجه جدا، ولكن شون بيقول له بان هو مشغول جدا. فلامبو بيبدا ياثر عليه وبيقول له ان الشاب ده من نفس الحي اللي كان شون ساكن فيه زمان، فبيوافق شون. وبتبدا اول جلسه لويل مع دكتور شون، وبيطلب وقتها شون من لامبو وتوم المساعد بتاع لامبو بانهم يخرجوا ويسيبوه مع ويل لوحدهم، وبعدها بيبداوا يتكلموا شويه. ولما بيلاقي ويل كميه كتب كتير عند شون بيبدا يسخر منه وبيقول له بان هو بيختار الكتب الغلط عشان يقراها. وبعدها بيلفت نظر ويل لوحه تجريديه شون رسمها عباره عن قارب تايه وسط الميه، والالوان بتكون الوان وقت الغروب. فبيبدا ويل يحلل اللوحه التجريديه دي لشون، وفعلا تحليله لحد كبير بيكون صح وشون بياكد كده. ولكن لما ويل بيروح جايب سيره مرات شون بدون معرفته بيها، بينبهه شون بان هو ياخد باله من كلامه، فبيبدا ويل يدوس اكتر في الكلام عن مرات شون. فبيروح شون ماسكه من رقبته وبيهدده بان هو لو جاب سيره مراته تاني هيقتله، وبينهي وقتها ويل الجلسه بسرعه وبيخرج من عياده شون قدام لامبو وتوم. فبيدخل بعدها لامبو لشون وهو بيقول له بان بالتاكيد مش هيقابل ويل تاني بعد اللي عمله ده، ولكن لامبو بيتفاجئ من شون لانه بيطلب منه يجيب ويل ميعاد الجلسه الجايه يوم الخميس الساعه 4، وبياكد شون عليه بانه لازم يجيب ويل يوميها، لان شون دخل نفسه في تحدي قصاد ويل وقرر ان هو هيقيم سلوك الشاب المتمرد ده. تاني يوم بيخرج ويل مع سكايلر وبيقعدوا سوا يتكلموا في مكان، وبيبداوا يعرفوا اكتر عن بعض. فبيعرف منها ويل بان هي نفسها تدخل كليه الطب، فبيحط وقتها ويل في دماغه بان العلاقه دي اكيد مش هتكمل. وبيجي بعد كده يوم الخميس وبيروح ويل للجلسه الثانيه، فشون بياخده وبيروح يقعدوا في حديقه عامه، وبيبدا شون يكلمه وبيقول له ان هو جايز يكون قرا كتب كتير عن الحرب مثلا، ولكنه ما راحش وحارب بجد ولقى زمايله بيموتوا على ايديه. وبيكون شون عاوز يوضح له حاجه بالمثال ده، بان هو ما ينفعش الواحد يفتكر نفسه عبقري وفاهم كل حاجه، وكمان يبدا يوزع احكامه على الناس بدون ما يكون فاهم او عارف، لان اللي قرا غير اللي عاش. وطبعا بيكون شون يقصد كلام ويل عن مراته، وبيبدا شون يكلم ويل عن نانسي مراته وهو متاثر، وبيقول له ان هي كانت ملاك وكان بيحبها جدا، بس مرض السرطان خطفها منه. فبيحس وقتها ويل بالذنب لانه غلط في مرات شون بدون ما يعرف حقيقتها، وبيسكت وما بيرضاش يعلق. وبعدها بيروح ويل يشتغل مع شاكي في موقع للبناء، لان ويل ساب الشغل في المعهد. وبيتصل ويل بعد الشغل بسكايلر عشان يسمع صوتها، بس ما بيتكلمش، وبيقفل السكه بعد ما بيسمع صوتها. وبيجي ميعاد الجلسه الثالثه، وبيروح ويل لشون ولكنه بيفضل ساكت طول الجلسه، يعني بيفضل ساكت ساعه كامله، وبيكون شون هو كمان ساكت لحد ما بيعدي الوقت وبيمشي ويل. وبيجي ميعاد الجلسه الرابعه وبيفضل برضه ويل ساكت كتير، ولكنه بيبدا يتكلم مع شون المره دي، وبيحكي له عن سكايلر وقد ايه هو بيحبها، بس هو مش عاوز يبوظ لها حياتها، خصوصا بان حياته مش مستقره. فبيحاول شون يفهمه بان اكيد البنت اللي بيحبها هي كمان مش كامله، لان السر ان الحب بيجمع بين اتنين سوا عشان يكملوا بعض. وبيقول له شون بان الحب هو اللي هيخليه مستقر ومبسوط، وهيقدر بحبه ان هو يعدي اي مشاكل تواجهه هو وشريكته. وبعدها بيفضلوا يضحكوا شويه لما شون بيحكي لويل مواقف طريفه عن نانسي مراته. وبعد ما بيخلص ويل عند شون بيروح ويل لسكايلر السكن بتاعها، وبيعتذر لها بان هو كان مشغول عنها، وبيطلب منها يخرجوا سوا، ولكنها بتقول له بانه ممكن يخلوها وقت تاني عشان هي قاعده بتذاكر كيمياء عضويه، وتقريبا كده هي مش فاهمه حاجه. فبياخد ويل منها المسائل بتاعت الكيمياء العضويه، وبيروح يقعد في مكان ويحلها، وبعدها بيرجعهم لسكايلر تاني، فطبعا بكده هتقدر تخرج معاه. وبيخرجوا فعلا وبيروحوا يحضروا سباق كلاب، وبتكون سكايلر مراهنه على كلب معين وبيكسب الكلب ده السباق، فبتفرح سكايلر جدا. وبعدها بيبداوا يتكلموا مع بعض شويه، وبتعرف سكايلر بان هو عنده 12 اخ، فبتبقى مستغربه جدا. بيجي بعد كده ميعاد الجلسه الخامسه، وفي الجلسه بياخد ويل دور الطبيب النفسي، وبيبدا يسال شون عن نانسي مراته وازاي اتعرفوا على بعض. فبيفضل شون يحكي له وهو متحمس ومبسوط وكانه بيحكي عن حاجات حصلت امبارح، فبيبدا يلمس هنا ويل حبه لمراته الشديد.
وفي يوم بيكون لامبو جايب لويل شغل كويس جدا في شركه اسمها ماكنيل. فويل بيروح بعد شاكي صاحبه المقابله مكانه على ان هو مدير اعماله، وبيروح شكل المقابله وبيخرف طبعا في المقابله مع اصحاب الشركه وبيتنك عليهم جدا رغم انهم بيعرضوا عليه مرتب سنوي 84,000 دولار. وبيجي يوم وبيكون ويل مع سكايلر في بيتها وبيعرف منها بان هي هتسافر كاليفورنيا قريب عشان تدخل الجامعه، ولكنه بيتضايق وبيحس ان هي بتروح منه وان هو لو سافر معاها هتعرف حقيقته وهتسيبه. ولما بتسال عن اخواته بيقولها بانهم كانوا بيعذبوه زمان، فبتحس سكايلر بان ويل مش عايز يحكي لها وان هو ما عندوش ثقه في نفسه رغم ان هي بتحاول تساعده وتطمنه وبتقوله ان هي بتحبه وان هي مش ناويه تتخلى عنه، ولكنه بيغضب وبيمشي وبيسيبها. ولما بيقابل ويل لامبو بيعرف لامبو منه بانه استهان بالشغلانه اللي جابها له في شركه ماكنيل، وبيقول لامبو بان هو تعب كتير جدا عشان يوفر له الشغلانه دي. وبيكون لامبو من جواه مش فاهم هو ويل عايز ايه بالظبط. وفي يوم بيجي لويل عرض تاني من وكاله الامن القومي عشان يشتغل معاهم، وبيقولوا له بانهم محتاجين دماغه الرياضيه جدا في حل شفرات معينه، ولكن ويل برضه بيرفض وبيبرر رفضه ده بانه ممكن يحل ليهم شفره معينه والشفره دي تطلع لموقع في افريقيا او دوله من اللي بيحاربوهم فيضربوهم ويبقى هو السبب في موت الناس، وهو مش حابب يشترك في اي حاجه من النوع ده. بيجي بعد كده ميعاد جلسه ويل مع شون، وبيقول شون ويل بان هو هيفضل كده لو ما غيرش من نفسه وان هو دايما بيخاف من الخطوه الجايه، وبيبدا شون يديله شويه كلام عشان يفوقه لنفسه. وهنا بيتعصب ويل عليه وبيقول له بان هو كمان مش بيعمل حاجه في حياته من بعد وفاه مراته، فبيطرده شون من العياده بادب وبينهي الجلسه معاه. ولما بينزل ويل من عند شون بيتصل بسكايلر عشان يعرف منها هتسافر امتى، فبتقول له وقتها ان هي بتحبه ولكنه مش بيقدر يرد عليها بنفس الكلمه، وبيقول لها تخلي بالها من نفسها وبيقفل السكه. فبتروح سكايلر للمطار وبتاخد طيارتها لكاليفورنيا، وبيرجع تاني ويل يشتغل مع شاكي في عمل البناء. ولما بيجي وقت الراحه بتاعتهم بيسالوا شاكي عن سكايلر، فويل بيقول له بان هي سافرت خلاص. فبيساله شاكي هيخلص جلساته النفسيه مع شون امتى، فبيقول له ويل ان هي هتخلص اول ما يتم 21 سنه وبعد كده هيجيبوا له وظيفه كمان. فبيقول له شاكي هنا نفس الكلام اللي كل الناس بتقوله له، وهو انه بيملك موهبه مش عند حد ولازم يستغلها والا هيفضل عامل بناء طول عمره. في الوقت ده بيروح لامبو لشون وبيعرف منه بان هو طرد ويل، فبيتضايق ويل لان هو ماضي على ورق افراج ويل المشروط بنفسه. فهنا بيزعق فيه شون وبيقول له بان ويل محتاج اهتمام اكتر لان هو عنده اليه دفاعيه جواه بتخليه ينفر من الناس قبل ما ينفروا هم منه. وبيكمل شون وبيقول له بان ويل مش قادر يتاقلم مع اي حد خصوصا بان هو عاش حوالي 20 سنه لوحده. وبيفضل شون ولامبو يتجادلوا وصوتهم بيعلى وهما بيتكلموا عن ويل لان لامبو عاوز يستغل موهبته وعبقريه ويل بدون ما يعرف ان كان ويل نفسه حابب كده ولا لا. اما شون فهو عاوز يعالج ويل فعلا ويقاوم سلوكه عشان يخليه انسان كويس. وفي الوقت ده بيكون ويل واقف بره العياده وسامع الكلام ده كله، فبيدخل عليهم وبتحرج لامبو وبيمشي وبيسيب ويل مع شون. ووقتها شون بيوري الملف بتاعه ليه وبيقول له بان ده اللي هيروح للقاضي. وهنا بيبدا شون يقرب من ويل اكتر نفسيا وبيقول له بان هو صغير كان ابوه مدمن خمره وكان بيعامله وحش جدا، فبيقول له ويل بان ابوه هو كمان كان بيضربه وبيعذبه. فبيترمي هنا ويل في حضن شون وبيفضل يعيط. وبعدها بيكون ويل فكر في كلام كل الناس اللي بتحبه وبيروح شركه ماكنيل عشان يقبل بالوظيفه اللي جابها له لامبو. وبتيجي اخر جلسه بين ويل وشون وبيكون شون اطمن على ويل بان هو راح للشغل المناسب ليه، وبيقول له وقتها شون ان هو مسافر اجازه ولكنه بيسيب له رقمه في الجامعه وبيقول له لازم يبقى يتصل بيه. وبيقول له شون كمان كلمه اخيره قبل ما يمشي، فبينصحه بانه دايما يعمل اللي قلبه يقول له عليه عشان يرتاح. وبيحضنوا بعض حضن الوداع وبينزل ويل وبيسيبه. وبيجي عيد ميلاد ويل ال 21 وبيحتفل اصحابه بيه وبيكونوا مجمعين فلوس من بعض عشان يشتروا له عربيه مستعمله هديه، فبيفرح ويل جدا بالعربيه دي وبيشكرهم كلهم عليها. وفي الوقت ده بيروح لامبو لشون عشان يعتذر له ولكنه بيلاقيه موضب حاجته عشان يسافر، وبيقول له وقتها لامبو بان هو متاسف عشان زعق فيه، فشون بيقول له ان هو كمان متاسف لان هو برضه زعق فيه. وبيتصالحوا الاثنين وبتبقى الامور كويسه بينهم. وبيروح ويل لبيت شون بعربيه الجديدة وبيشوفه من تحت الشباك، فبيروح ويل سايب لشون جواب في صندوق البريد وبعد كده بيمشي. فلما بينزل شون تحت بيلاقي الجواب في صندوق البوستة فبيفتحه وبيلاقي ويل كاتب له ان هو بيشكره على كل حاجة وبيقول له يقول للامبو ما يزعلش عشان هو ساب الشغل اللي جابه له في شركة ماكنيل لان هو دلوقتي في طريقه لكاليفورنيا عشان يروح لسكايلر ويبدأ حياته الجديدة معاها لان هو بيحبها وهيعمل اللي قلبه يقول له عليه. وبيكون شون في غاية السعادة لانه قدر يغير من شاب كانت حياته ضايعة. وفي نفس الوقت ده بيكون شاكي واصحاب ويل بيعدوا عليه في البيت، فبينزل شاكي يخبط عليه ولكنه بيكتشف ان البيت فاضي، فبيعرف شاكي وقتها ان ويل راح لسكايلر، فبيفرح شاكي لصاحبه رغم ان هو هيفتقده. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رايك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحه فيلم تشينو، وما تنساش تعمل فولو لصفحه عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميديه. ويلا سلام.